بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ينطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، تاسع أشواطنا في هذا المساء الجميل، في هذا المساء المغاير الذي اجتمع فيه الجميع في عاصمة الميادين التي تبسط ذراعيها وتفتح قلوبها لكل المشاركين والحاضرين والمتابعين عبر قناة ياس. تاسع أشواطنا في تسعيرة هجن الرئاسة الثانية يبدأ على بركة الله وتوفيقه. مقدمة الشوط دانه المسيطرة على المركز الأول، دانه تقود المسيرة، وراشد بن خادم بن راشد المهيري المقدم لدانه على مستوى المركز الأول. المركز الثاني غارة القادمة مع ناصر بن علي بن سعيد درعي، من يقدم لنا غارة بجوارك يا دانه. بينما المركز الثالث القادمة مع المركز الثالث مكارم، القادمة مكارم على مستوى المركز الثالث، وسيب بن محمد الدرعي يقدم لنا مكارم. المركز الرابع القدوم والوصول والانضمام مع رابع المراكز، الوصول من شعار أهل مصانع الجنوب القادمين بشعارك يا غصاب عبد الله بن غصاب راع الطير، يقدم لنا الرباط، وكذلك انضمام جديد واندفاع جديد مع رابع المراكز المبدلة في هذه اللحظات. من تحمل الرقم 25 الواصلة والمنطلقة الآن من بين الأسماء صيحة مبارك بن محمد بن وريقه العامري، وشعارك يا محمد يا بن مطر يا بن مفتاح يا الشامسي قادم مع الدانة. ولكن لنا عودة يا اخوان، لنا عودة الى غارة، الى غارة غارة، وناصر بن علي بن سعيد الدرعي شان الغارة مع الكيلو الاخير، مع الكيلو الخطير باللوتية قادم العامري مع المركز الثاني، يقدم لنا شعاره قادما مع ثالث المراكز في طريقه الى المركز الثاني، وعين على المركز الاول. ولكن غاره غاره وشعار باللوتيه، شعار باللوتيه يقدم لنا من حاف مبخوت بن محمد باللوتيه العامري. المركز الثالث شعارك يا عبد الله يا بن غصاب راع الطير العامري، يقدم شعاره مع الرباط. المركز الرابع اسياد وسالب الثعلوب الدرعي، وخامسا القادمه والمنضمه هنالك ضبا لفيصل بن صوايح الهاملي، ولكن المقدمه مع منحاف، المقدمه مع منحاف منطلقه بشعار مبخوت بن محمد باللوتيه العامري. بن ثعلوب قادم مع اسياد سالم بن ثعلوب الدرعي، ولكن من حاف من حاف والى زاخر، الى زاخر اهل الانتاج الفاخر مبخوت بن محمد باللوتية العامري، وابنائه يحتفلون مع من حاف، يحتفلون مع من حاف. مشكور يا باللوتية، مشكور، تهانينا يا مالكي من حاف مبخوت بن محمد باللوتية العامري وأبنائه على هذا الانتصار. المركز الثاني كان الوصول مع سياد سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي، والمركز الثالث وصلت في الضبي لساري بن علي، ساري بن علي بن محمد المنصوري، ورابع المراكز تحمل الرقم 48 من فازت معنا.
حلوة لسالم بن أحمد الراشدي، والمركز الخامس تحمل رقم 34، فازت في المركز الخامس ألا وهي فيلي سالم بن محمد بن سالم العفاري. 4:32 وثلاث أجزاء من الثانية، توقيت من حاف، وتهانينا لمبخوت بن محمد بلوتية العامري على هذا الفوز والانتصار. 4:34 من الثانية فازت معنا أسياد، تهانينا لسالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. والمركز الثالث 4:34 من الثانية، الضبيلي ساري بن علي بن محمد المنصوري. 4:34 وست أجزاء من الثانية، من تحمل رقم 48 أتت رابعا لنهني مالك حلوة سالم بن أحمد بن فضيل الراشدي. والمركز الخامس 4:34 من الثانية، تحمل الرقم 34.